أهلا بكم أعزائي مجددا، ووصلنا الآن إلى الفقرة الخدماتية والتي ننطلق فيها إلى مختلف محافظات المملكة للوقوف على قضايا ومعاناة المواطنين. نتلقى شكاويكم ونقوم بنقلها على الهواء مباشرة وإيصال أصواتكم إلى المسؤولين. اليوم ننتقل إلى منطقة الجديدة في الكرك، وذلك للحديث عن معاناة سكانها والتي لم تصلهم المياه منذ قرابة شهرين. معنا من هناك زميلنا عبد الله كفوين للحديث مع سكان المنطقة، وبعد قليل سوف نتواصل مع المسؤول. عبد الله صباح الخير. صباح الخير نسرين. صباح الورد عبد الله، وصباح الخير ايضا لاهل جديدة. صباح الخير نسرين، نحن الان في تفضل. نسرين، نحن الآن في مدينة الكرك، تحديدا في منطقة أو في قرية الجديدة. هذه القرية التي تعاني من انقطاع في المياه لفترات تتفاوت. غالبية السكان هنا يشتكون من عدم توافر المياه وعدم وصولها إلى منازلهم، مما أدى إلى استعانتهم بخزانات المياه. مدة الانقطاع دامت إلى أكثر من شهرين إلى الآن. معي هنا بعض المواطنين من سكان الجديدة. نعم تفضل، معك إحنا. نعم نسرين، تفضل ابدأ مقابلاتك عبد الله. نعم نسرين، أهالي المنطقة قاموا بتقديم الشكاوي. نعم قاموا بتقديم الشكاوي لأكثر من مرة، ولكن لم يستجيبوا. معي هنا أحد المواطنين الذي قام بتقديم أحد الشكاوي. أخ تفضل، شو الشكوى اللي قدمتها؟ الشكوى اللي قدمناها احنا للمي، بالنسبة للمي ولا مندوبين المي والمراقبين، فكلهم بيقولوا يعني ما في مي. حتى المندوب اللي عندنا ما عنده ورشة يطلع يصلح، يعني بيطلب ورشه ما بيعطوه ورشه، بيجي انا برجع في البكم، بس بروح وبيجي في البكم وما بشوف شيء، لانه ما في شيء اصلا يسويه. فامبارح يعني امبارح في الذات زكريا البستنجي طلب ورشه وقالوا لي ما في، فروح بدون ما يسوي شيء يعني. فاحنا اللي بنطالب في عبد القادر المعايطه او عصام الحجازيين، هذول اللي حافظين خطوط القريه يعني بشكل رسمي، اللي بيجيبوا مندوبين جداد ما بيعرفوا المنطقه يعني. نعم طب الأسباب اللي أبدو لكم إياها لانقطاع المياه شو كانت؟ شبكة خربانة بقول لك قديمة مهترية، ما في عليها يعني محابس، يعني بسكر محبس بنرد يسكر نفس المحبس اللي احنا بدنا إياه، بدل ما يفتحوا بسكروا نفسه، ما بيطلع مي، وأغلب المواسير أصلا خربانة مهترية يعني. فشبكة ما في من مرة، والمندوبين اللي قدام هم محافظين الخطوط، يعني ما كانت جديدة تنقطع من المي بالشكل هذا إلا الفترة هاي الصيف هذا بس. نعم. نسرين، معي أيضا مواطن آخر انقطعت المياه عن منزله لفترات متفاوتة. نعم. انقطعت المي لمدة أكثر من شهرين، ما نزلت لي من ماسورة، مراجع مدير سلطة المي عنده حل بعد أسبوعين ثلاثة بعطينا تنك مي لا نص القريه، يعني ما بكمل التنك على الحاره، واحنا عايشين والله من دون مي. طيب ايضا نسرين سناخذ راي مواطن اخر. استاذي، كيف كنتوا في القريه تدبروا الامور وتستخدموا المياه؟ يا سيدي، اول شيء بنصب عليك او على قناه رؤيا او على قائد الوطن، بنصب عليكم بالخير. حقيقة منطقة جديدة تتعرض لأزمة مياه منذ حوالي شهرين. هذه المياه تتعرض خطوط البلدة إلى سرقات من المناطق المجاورة. الحل الوحيد إنهم يغذوا الجديدة من منطقة اللجون. مدير المياه قال قبل أيام إنه سيتم تغذية منطقة الجديدة في 4 إنش من منطقة اللجون. منطقة اللجون بتغذي عمان يعني في المياه، وهي غنية بالآبار، ولكن منطقة الجديدة بعيدة عنها حوالي 3 كيلو. ليش ما تغذيها سلطة المياه من اللجون على أساس تحل هذه المشكلة؟ أيضا منطقة الجديدة بتمر من مناطق المنشية ومنطقة أدر ومنطقة المزارع، هذه المناطق تتعرض لسرقات مما يؤثر على وصول المياه إلى منطقة الجديدة. نعم نسرين، وأكد المواطنون بأنهم قاموا بتقديم الشكاوي التي لم يجاب عليها بشكل صريح من قبل سلطة مياه الكرك.
نعم زميلنا عبد الله، نحن سوف نتواصل إليك نسرين. سوف أبلغك متى سيكون معنا الناطق الرسمي في وزارة المياه السيد عمر سلامي على الهاتف. أود منك متابعة حديثك مع المواطنين والاستماع إلى ما لديهم ليقولون أكبر عدد من السكان لغاية تواصلنا مع المسؤول رجاء. شكرا عبد الله. نعم نسرين. نعم استاذي الفاضل، كيف تستهلكوا المياه في البيت؟ هل انتم مرتكزين على شراء التنكات الخاصه او انه في ابار موجوده في منازلكم؟ ابار ما فيش ابار، متكلين على المي اللي بتجينا من الحنفيات. المي انقطعت، صاروا مواطنين يشتروا تنكات، والتنكات لا تكفي لذلك. التنك يجي لحاره يفك يقسموه على الناس، ما يلحق الواحد منهم برميل مي. يعني هل التنكات مدعومة من سلطة المياه؟ من سلطة المياه تجي وشراء حساب الناس، حساب جيب المواطنين، يشتروها في مصاري، ولكن ما في تكفي، ومي يشتكوا فيها، وصلت للمحافظ، وصلوا للمدير السلطة، مواعيد بيجيكوا اليوم بنصلحها، بكرة بتصل عندكوا، ما في لا مي ولا في شيء. المواطنين عايشين على يعني عقلة المي. أكثر الناس صار يشتري مي الصحة، يسوي شاي، يسوي قهوة لعائلته. سببت مشاكل بين الناس وبعضها، سببت مشاكل. انت مقطوع مي عندك، لا وصلها لي، ما فيش مي. يفتح مواسير بيعطيها هواء، ما فيش مي، ما فيش مره من مره. يشتكوا عندي، يروح على المدير هذا تبع محمد الجعب، قال ساعة جايتكم كمان شويه. كلها مواعيد على غير فائده، ما فيها فائده من مره. والسلطه لا هي تكفي الى يعني ما تكفي انها تعطي مي للقريه. فالقريه عندك كان مواطن في حوالي 10,000 15,000 10,000، ولكن ما فيش مي يشيل. وشو المي بيعطوها لي؟ بديروها نص ساعة، بتجي خط بتصله خط ما بتصله، وبقوم يصير على بعض الناس، وهذا اللي صاير عندنا هنا. نعم. طب استاذي بدي اسالك، زميل انه زميل عبد الله، في منازلكم انتم شو الاجراءات اللي اتخذتوها خلينا نحكي لمتابعة هذه الاجراءات؟ اول شيء خلي اشكر قناة رؤية صحيح لصوت مواطنين قرية جديدة، وصلكم لعمان وما وصل لمسؤولين محافظة الكرك، وإذا وصلهم قاموا بإجراءات على استحياء، بمر لك بالسيارة بفارهة بقزازة المية، ومشاكلكم إن شاء الله محلولة وبضل رايح. أما إجراءات لا، إحنا شو المواطن البسيط العادي إيش إجراءاته؟ بيصل مديرية المياه وبطلب منهم وبترجاهم وكأنه بتسول منهم حتى يشرب مي. ومثل ما تفضل الأخ اللي هان، قضية المياه ومعالجة مياه جديدة جعلت نوع من الفتنة بين المواطنين. يعني تنك المي إذا بده يجي، طبعا هم بيشتروه بمالهم الخاص، بيغذي إلى منزلين ومنزل الثالث ما بصلوا. المي إذا بدهم يقووا ضخة، لما عطوفة المحافظة مدير المياه يصل بقواه أثناء وجوده في القرية، لا يتجاوز وجوده طبعا في القرية أكثر من 10 دقائق، بتجي المي، بتجي عند الجار هذا وهذا ما بتجي. يعني وكأنه بشوف أنه حكومتنا الرشيدة وكانت تستفز المواطن أو بتعاقب المواطن حتى في مياه الشرب، وكأنهم بيقولوا لنا اطلعوا كسروا المياه، اطلعوا الظاهروا، اطلعوا، وكأنه يعني ممنهج قضية معاقبة مواطننا على الحراك. طب برأيك هل هو أنه الاهتراء في شبكات الري أم أنه ضعف في المضخات؟ لا هو ضعف الاثنتين مع، يعني هذه قرية عمرها أكثر من 100 سنة، شبكات مياه قديمة، الآن صيانتها بحاجة إلى قرار جريء من مسؤولين بيعتبروا هذه أمانة أمام الله تعالى، إنهم يصينوا هذه الشبكات القديمة وحدثوا الشبكات. لكن ما هذا الشيء، ما بدك مسؤول أنت في الأردن، ما يعني قل ما تجد مسؤول غيور على المواطن. لكن هذه مشكلة عامة، إحنا الآن نوجه كلامنا لمسؤولين محافظة الكرك أول. إذا أنتم بعمان مشكورين جيتونا، وين ما نشوف مسؤول من محافظة الكرك؟ بلاش وزير المياه، وين مدير المياه؟ وين محافظ الكرك؟ وين هالمسؤولين هذول اللي نشوفهم عندها يجونا يضيفونا ويشوفونا ويشعروا في معاناتنا؟ معاناة حقيقية أخي الكريم، أخي الكريم، معاناة حقيقية، معاناة المياه، لكن للأسف ما في. نعم نسرين، وأيضا من الملفت للنظر بأن مدرسة الجديدة أثناء الدوام المدرسي كانت تعاني من انقطاع أيضا في المياه، دام لما يقارب 3 أسابيع أو 4 أسابيع. معي هنا الأستاذ المدرس في مدرسة الجديدة. أستاذي تحكي لنا أيضا عن انقطاع المياه في المدرسة. نعم، تواصل انقطاع المياه في مدرسة الجديدة الثانوية للبنين مدة شهر من دوام الطلبة،
من دوام الطلبة مما كنا نشتكي ونستدعي مدير التربية والتعليم الدكتور الكساسبي، ونستدعي كذلك مدير سلطة المياه لما عانيناه من أزمة في شرب المياه عند الطلبة، مما جعل الطلبة يتركون الحصص الصفية ويذهبون بعذر أنهم عطاشة. ما الحل الذي نقدمه لهم نحن المعلمون؟ نعم زميلي عبد الله، هذا ما عانينا فيه في الفترة الصيفية النهائية، اختلف الجو مع قطعة المياه عبد الله، هذا أدى إلى تسرب الطلبة من الغرف الصفية. نعم نسرين نعم هذه الأسئلة جميعها موجهة إلى الأستاذ عمر سلامي، بأنه الرسالة وصلت، شكرا لك. نعم عبد الله، ينضم إلينا السيد عمر سلامي الناطق الرسمي في وزارة المياه. سيد عمر صباح الخير. صباح الورد يا سيدي، الله يعطيك العافية. الله يسعد صباحك سيد عمر. يعني ما هي قصة منطقة الجديدة في الكرك مع المياه وانقطاع المياه؟ صباح الخير مرة ثانية، الله يعطيك العافية. الله يسعد صباحك يا سيدي العزيز. هذه المنطقة بتعرف طبيعة تضاريسها شوي صعبة، بالصيف يصير في زيادة طلب على المياه. هناك أحياءها يعني في مناطق منخفضة ومناطق مرتفعة تتأثر خلال فصل الصيف نتيجة اختلالات معينة. الآن وزارة المياه والري قامت بمد خط رئيسي لتزويد وتعزيز منطقة الكرك كاملة بخط من المياه من منطقة اللجون. سيكون هناك نقطة مغذية بخط 2 إنش لمنطقة جديدة، سيعمل على تحسين الواقع المائي. الآن بلشنا بغسل الخط، هذا المشروع طبعا نفذ منذ فترة خلال أسبوع إلى 10 أيام. منذ متى ابتدأ هذا المشروع يا سيد عمر؟ نفذ هذا المشروع قبل فترة، والآن أنجز هذا المشروع وانتهى. الآن المختبرات بيقوموا بفحص الخط بعد ما ضغطوا بكميات المياه وبأخذوا عينات من المياه وغسل الخط. بتعرف هذه اجراءات احترازية أساس نوعية المياه تكون مطابقة للمواصفة. العمل فيه إن شاء الله خلال الأسبوع القادم، يعني يعني على أقصى نهاية الأسبوع القادم سيكون جاهز هذا الخط وتحت العمل الفعلي، وسيحسن من التزويد في منطقة جديدة كاملة وسينهي المشكلة بعون الله. فيك هي المنطقة الشرقية بالمنطقة اللي تتأثر، وعظم المناطق بجديدة جيد الوضع فيها. بس الحي الشرقي والمنطقة الشرقية كان فيها بعض الاختلالات نتيجة يعني نقص في كميات المياه المزودة للمنطقة. نعم، يعني سيد عمر المواطنين بيحكوا انه هم يعانون التهميش، للأسف يشعرون بانه لا جهة مسؤولة مهتمة في قضيتهم، وكلهم بيمروا بقولوا ان شاء الله قضيتكم محلولة وبمشوا. شو بترد عليهم المواطنين اللي عم بيسمعونا على الهواء مباشرة الان؟ الله يا ستي العزيزة، اول اشي احنا كل الاخوة المواطنين في جميع انحاء هذا الوطن العزيز على قلوبنا جميعا، هم محط اهتمامنا ومحط رعاية واهتمام وزارة المياه والري، امتثالا لتوجيهات جلالة الملك بأن المواطن هو يعني دائما خدمة واجبة وأساس، وهي أول شيء لازم نعمله. طبعا إحنا هذا المشروع نفذ منذ فترة، وهناك مشاريع أخرى في تحديد شبكات في مناطق مختلفة، ونحن دائما نسعى لتطوير هذه الخدمة وتحسين أدائها وكفائتها. الإخوة المواطن أبدا ما في أي تهميش، هي نقص إمكانيات كانت حتى يتم توفير التمويل اللازم. سيكون هناك في يعني تحسين لكافة مناطق، لأي منطقة تحتاج إلى تحديد شبكة. مثل ما قلنا هذا الخط هو سيحسن من الواقع المائي في المنطقة وينهي إن شاء الله مشكلة في قرى جديدة. في غضون قديش سيد عمر؟ في غضون قديش من الوقت؟ أسبوع إلى 10 أيام سيكون بالخدمة. الآن شغال الخط. نعم. ضغطوا بكميات المياه وبيسموا عمليات غسل واخذ عينات منه. وسوف تحل مشكلة الجديدة في الكرك 100%. أنا بس أنتهز هاي الفرصة اللي من خلالكم موجه رسالة للأخوة المواطنين. طيب. إنه هناك موضوع الاعتداءات على شبكات المياه وخصوصا في مناطق الكرك والمناطق. اعتداءات هذه متكررة وفي تعطيل لمصادر المياه في المناطق. هذه الاعتداءات سواء على الخطوط الداخلية للشبكات أو على المحطات الضخ الرئيسية والخطوط الرئيسية، هذه الاعتداءات تحد من إجراءاتنا وتقف عائق رئيسي الآن أمام تزويد المياه بالمواطنين. فبالناشد الإخوة المواطنين من جميعكم نتكاثف بجهودنا جميعا للوقوف في وجه هذه الاعتداءات والإبلاغ عنها والتعامل معها بشكل قانوني وشكل صحيح، خاصة أنه هذا كان البند الأبرز في لقاء أطراونا أمس بوزارة المياه لموضوع الاعتداءات على المياه، وأكد بضرورة إعطاء هذا الأمر أولوية قصوى من قبل وزارة المياه لمراقبتها. على أي حال من أسبوع إلى 10
10 أيام، هكذا بإذن الله صرحت لنا سيد عمر سلامة وأنت الناطق الرسمي. إن شاء الله هذا الحكي صحيح. بإذن الله، إذا نحن سوف نقوم بإذن الله بمتابعة هذا الموضوع، وجهودكم مشكورة وتعاونك معنا سيد عمر سلامة أيضا مشكور. بدي أطلب منك إذا سمحت تضل معنا، يعني تبقى وقت قليل على أي حال. بدنا نرجع لزميلنا عبد الله الكفوين المتواجد في الميدان في منطقة الجديدة في الكرك حتى ينقل الرسالة للمواطنين بأنه في غضون أسبوع لعشرة أيام سوف تحل هذه المشكلة، وهذا تصريح رسمي من الناطق الرسمي في وزارة المياه. وأيضا تأكد على المواطنين على قضية الاعتداءات بأنه هذا السبب الأبرز في قضية انقطاع المياه، الاعتداءات تشكل مشكلة كبيرة. نعم نسرين، لكن المواطنين بجانبي يؤكدون بأن الخط المياه المذكور من السيد عمر مشكورا على إجابته لمطالب المواطنين بأنه لم يتم إتمامه بعد، وهناك أيضا حفريات ما زالت تحت الإنشاء وما زالت تحت العمل. أستاذي، الحفريات اللي موجودة حاليا في خلفنا كما وصفتوا لي، هل تم إتمامها وإتمام هذا المشروع؟ لأنه سيد عمر بيقول لي الناطق الرسمي باسم سلطة المياه بيحكي أنه هذا الخط تم ضخ المياه فيه وتجريبه لأكثر من مرة وتم إنهاء المشروع، وهو حاليا في طوره الأخير ولإيصال المياه لجديدي. في الخط اللي جاي من اللجون باتجاه شيحان هذا لسه مش مطموم مظبوط، مطموم نعم بس لا زفتي ولا إشي، وفي عند الشارع الرئيسي، الشارع الرئيسي اللي مؤدي لعمان، مؤدي لعمان بربط قرية جديدي في جميع المحافظات، لسه في جورة لو تقع فيها سيارة بتكسرها تكسير، جور مش جورة. نعم، إذا نسرين لم يتم إكمال هذا الخط بالكامل، وهناك أحد المواطنين يريد أن يضيف إضافة. أيوة، أنه أول القضية أنه الخط الآن هذا مشكلة البنية التحتية ما زالت، يعني التكسير بالشوارع والأتربة على منازلنا هذا متحملينه بس جيبوا مي. الآن أنت بتسأل عن الخط، الخط بغذي الآن مناطق ثانية، بمر من جديد شغال. الأستاذ عمر إذا بسمعنا الخط الآن شغال. نعم هو بسمعنا. يا أستاذ عمر، الخط الآن شغال وبغذي القرى المجاورة، بغذي بس جديدي لا، بمر من جديدي بغذي المناطق المجاورة وجديدي لا. هذا سؤالنا احنا، ليش أنتم بتستفزونا؟ يعني نكسر هذه الماسورة ونتغذى منها؟ نعم. سيد عمر ركز انه هناك اعتداءات كثيره من قبل المواطنين على شبكه المياه والري. استاذ عمر يضيفنا لا في اعتداءات. استاذ عمر انا بتحدى على الشاشه الان اذا في اعتداء، وانت تعال ضيف علي، انا ظل الفراي، انا بشوف لك اذا في اعتداء واحد انا بصلحه احسابي. نعم عبد الله. نعم تفضل. نعم سيد عمر. نعم اليك نسرين لنسمع الرد من نعم. من السيد عمر. نعم سيد عمر انت على الهواء تفضل. نسرين يا ست العزيزة، هذا الموضوع احنا بنأكد مرة اخرى انه هناك خط تم تنفيذه والانتهاء من عمله. نعم. والان الخط تحت الطور النهائي مثل ما قال زميلنا، وهو الان بس احنا بنأخذ عينات للمياه وضغط الشبكة ونتأكد انه ما في اي اختلالات بالخط. سيتم اخذ نقطة خط 2 انش لمنطقة جديدة وتزويدها ب60 متر مكعب بالساعة. منطقة جديدة فيها 5000 مشترك، سيتم تزويدها ب60 متر إضافي بالساعة، سيحسن من التزويد المائي بالمنطقة خلال أسبوع إلى 10 أيام سيكون هذا الخط تحت العمل الرسمي. هذا الحكي بنأكده. الاعتداءات ليست بجديدي، مش شرط بجديدي أو في مناطق الكرك، اعتداءات على أبار ومحطات ضخ رئيسية وعلى خطوط ناقلة للمياه. هل هناك اعتداءات في الجديدي سيد عمر؟ ألو سيد عمر، هل هناك اعتداءات في منطقة الجديدي؟ جديدة احنا ما عندي علم اذا في اعتداءات، بس بمنطقة الكرك هناك اعتداءات على مصادر مياه رئيسية وخطوط ناقلة ادت الى ارباك التوزيع في عدة مناطق وانقطاعات الكهرباء كمان عبء اضافي تحملنا يعني بهذه الفترة. بتخيل سيد عمر الجواب اليقين للمواطنين رح يكون لما المياه توصلهم وتنحل بعد اسبوع عشر بإذن الله تعالى. احنا من خلال هذه الشاشة التي نحترمها ونقدرها ونجلها. شكرا. محطة رؤية يعني من المحطات المميزة اللي نعتز ونفتخر فيها كإضافة نوعية في الإعلام الأردني، انه احنا بنأكد لكم انه ان شاء الله سيكون بعون الله تعالى خلال اسبوع الى عشرة ايام
سيتحسن التزويد المائي بجديد. ونحن بنحترم ما قلتم وبانتظار أن نرى الحل وشيك بإذن الله. شكرا لك سيد عمر سلامة الناطق الرسمي في وزارة المياه. وبالنسبة لزميلنا عبد الله بتمنى منك تنقل للمواطنين الرسائل التي قلناها الآن بأنه موضوعهم بإذن الله سوف يحل من خلال أسبوع 10 أيام، ونحن نتعهد في برنامج دنيا الصحافة بمتابعة هذا الموضوع بعد أسبوعين خلينا نقول، حتى نشوف إذا الموضوع فعلا تم حله كما قال لنا السيد عمر أم لا. شكرا لك زميلنا عبدالله الكفوين من الميدان، وشكرا أيضا للزميل علي الأعرج.